طيب النهاردة هنتكلم عن analyzing big data by Hadoop. أول حاجة عندنا هندي introduction ايه هي ال big data، وبعد كده هنتكلم عن characteristics of big data، وبعد كده هنتكلم ايه هو Hadoop بالتفصيل. أول حاجة عندنا ال data. ال data عندنا كانت زمان في الأول structured، وكانت عبارة عن بخزنها في شكل relational database. بعد كده ظهرت السوشيال ميديا. مع ظهور السوشيال ميديا بقى في اختلاف وتنوع في الديتا. زي مثلا انا عندي شركة وعايز اخد اراء حوالين منتج معين انا هنزله في السوق، ففي ناس هتسجل عن طريق مثلا الفيسبوك، في ناس تانية هتسجل عن طريق تويتر، في ناس هتبعت في الرأي بتاعها صورة، في ناس هتبعت فيديو، في ناس هتبعت كلام بس. فبالتالي مفيش شكل معين انا همشي عليه واخلي الناس كلها تمشي عليه، فالبيانات عندي دايما بقت غير متوقعة، فبالتالي ظهرت الـ Unstructured Data. طيب ايه دخل البيج داتا اصلا في حوار الـ Unstructured ده؟ البيج داتا هتظبط موضوع الـ Unstructured Data ده، لان انا عندي دلوقتي الـ Data بقت Unreadable، انا مش عارف اقراها لان هي بقت غير متوقعة، بقت فيها تكرار كتير جدا. ان انا ممكن مثلا هنزل صورة على الفيسبوك، الصورة دي برضو انا هنزلها على التويتر وهكذا. مشكلة مثلا انا لو عندي عايزة اعمل باك اب للديتا، فده هياخد وقت كبير جدا. فظهرت بقى البيج ديتا في الصورة ان هي تحل كل المشاكل دي. زي مثلا في السلايد هنا عندنا بيقول ايه هو السورس اوف ديتا مثلا، فبيقول لنا السوشيال ميديا زي ما اتكلمنا، السنسورز زي ان لو عايزة مثلا اخد درجات الحرارة في مناطق معينة فاحط سنسور في كل منطقة، واخد مثلا الديتا بتاعتها كل 10 ساعات، كل 5 ساعات وهكذا. طبعا ده هيجمع لي ديتا غير متوقعة وكتيرة جدا، عندي مثلا زي اليوتيوب، الايميلز وهكذا. فالبيج ديتا بتلم البيانات دي كلها وبتتعامل معاها وتعلمني ازاي اخزنها. بعد كده عندي الكاركترستكس اوف بيج ديتا اللي هي الفيز، هما تقريبا دول اهم 3، هما دلوقتي بيزيدوا جدا لحد تقريبا ما وصلوا 11 واحدة. اول حاجة عندي الفوليوم، ان الداتا عندي بقت حجمها كبير جدا، بنتكلم في اكزابايت مش مجرد بقى جيجا بايت زي زمان. الفيلوسيتي، الفيلوسيتي دي سرعه الداتا، لان طبعا عندي داتا زي ما قلنا ان هي بتتكريت بسرعه جدا، فبقى عندي ملايين الداتا تتكريت نقول مثلا في الثانيه الواحده. الفرايتي، ان انا عندي الداتا بقت فيها صور، فيديوز، كلام، حاجات كتير جدا يعني متنوعه. فدي كلها خصائص للبيج داتا. بعد كده عندنا ايه هو هدوب. اول حاجة هنتكلم عنها ان هي ايه هي هدوب. دي فريمورك بتلم الداتا عندي، بتعملها بروسيسنج على شكل كلاسترز. طب ماشي، يعني ايه كلاسترز؟ يعني لو انا في شركة مثلا، بدل ما انا هدي الشغل كله لشخص واحد، لا ده انا هوزع تسكات على كذا شخص. هو ده فكرة الكلاسترز، هقسم البروسيسنج عندي، الداتا اللي عندي هقسمها لاجزاء صغيرة، وهو open source. حاجة in parallel، بداية الهدوب كانت النوتش بروجكت. النوتش بروجكت ده كان ان احنا لو حد عايز يدور على حاجة يقدر يعمل عليها سيرش وتظهر له. دوك كوتن ومايك كارالي هم اول 2 استخدموا او اشتغلوا على النوتش بروجكت، وعملوا جوين للياهو، وعملوا اندكس للويب سايتس كلها. بعد كام سنة جوجل طلعت ببيبر مشهورة جدا اللي هي الجي اف اس، قالت فيها كل الالجوريزمز بتاعت النوتش بروجكت وخليته اوبن سورس بحيث الناس تعدل فيه. بعد كده ظهرت بقى الهدوب. طيب ليه استخدم هدوب؟ يعني هيفيدني بايه؟ لا هو هيفيدني في كتير. الابيليتي تو ستور هيوج اماونتس اوف داتا، ان انا هقدر اخزن بيانات كتيره جدا في نفس الوقت، في نفس الوقت هقدر اعمل عليها بروسيسنج. طيب طبعا من ضمن المميزات هدوب الكويسة جدا ان هو يقدر يشتغل على اي جهاز عادي، مش محتاج اجيب سيرفرز بقى وضيع فلوس كتير واعمل حاجات تكلفني فلوس كتير. لا انا في غنى عن كل ده، هي ممكن تشتغل على اي لابتوب عادي زي اللابتوبس بتاعتي. تاني حاجة عندنا الفولت توليرانس. يعني ايه؟ ما بفقدش بياناتي تماما. ازاي؟ لان هو بيخزن الداتا عندي في شكل داتا نودز، فبالتالي انا تقريبا عندي نسختين فما فوق على الجهاز بتاعي. حصلت اي مشكله، انقطاع تيار كهربي، اللاب فصل، اي حاجه، بالتالي انا عندي نسخه على اللاب بتاعي. الفلكسبيليتي، مش محتاجه اعمل بري بروسيسز قبل ما ادخل الداتا،
يعني مثلا انا لو عايزه ادخل الاي دي بسترينج، غيري عايز يدخله بانت، هو ما عندوش مشكله ياخد اي داتا تايب، وبعد كده لما يجي يطلع البيانات هو هيتصرف ويحل لي المشكله دي. السكيلابيليتي، عندي فكره السكيلابيليتي ان انا ممكن ازود السيستم بتاعي، ازود عدد الاجهزه عندي، او ممكن ازود كمان عليه رامات. بعد كده هنا نتكلم عن الهدوب موديولز، عندي 4 موديولز. اول موديول عندي ال HDFS، ده اللي هو هدوب ديستريبيوتد فايل سيستم، ده كور كومبوننت. الداتا عندي بتتقسم لبلوكس، بتكون متعرفه باي ديفولت كده على اللاب عندي على الاوبريتنج باي اوبريتنج سيستم. تاني حاجه عندي الماب ريديوس. فكره الماب ريديوس زي هنا في الصوره عندنا، ان مثلا هو دخل له كلمه فهيبتدي يعملها سبليتنج، يقسمها لكلمات، وبعد كده يفضل يعمل عمليات كتير لحد ما يوصل ان هو مثلا عنده كلمه كار ظهرت، هيقولك ظهرت 3 مرات، كلمه ريفر ظهرت 2 مرات، وهكذا. طيب هو الماب ريديوس ده هينفعني في حاجه؟ هو انا بدل ما كنت هدور على الحاجه او اقسمها واقعد اتلخبط فيها وخد واقسم مثلا شغلي خد انت ده وخد انت ده، لا هو خلاص هو هقسمه، هيبقى اسرع لان كل كلمه ليها هيبقى ليها كي فاليو. بعد كده عندنا الهدوب كومن، ده في شويه كومبوننتس كده زي مثلا ال HDFS، في التولز، في يارن، في كذا كومبوننت جواه. وهدوب كومن هنا بيقول لي ان هو بيفترض اي مشاكل هتحصل في الهاردوير، وكمان بيحاول يمانج المشكله دي ويحلها. اليارن بعد كده عندي وهو كور كومبوننت، وكان في الاول بيسموه ما بروديوس تو لان هو نفس الاوريجينال، بس الاحسن فيه ان هو بيتر ابروتش. بعد كده عندي الاناليتكس تولز، الاتش بيز اول حاجه عندنا دي تول، بدل ما هخزن الداتا روز وكولومز، لا ده انا هخزنها في كولومز بس. طيب ده احسن لي في ايه؟ الاستورج بتاعته اقل، السرعه هتبقى اسرع لان الكويري هتتم بشكل اسرع. يعني مثلا لو انا كنت عايزه داتا معينه في كولومز معينه، بدل ما كنت هعمل سكان للروز كلها، لا ده انا هسلكت الكولومز بس اللي انا عايزاها. بعد كده عندي البيج تول، دي بتستخدم البيج لاتين لانجويج، ان انا بكتب كوماند هو بيحوله على طول لما بروديوس، وده طبعا بيكون اسهل في الكتابه. بعد كده هنتكلم شويه مشاكل بتواجه هدوب وهو حلها. اول حاجه عندي مشكله السمول فايل بروبلم، ان الداتا اللي متخزنه عندي هي اقل من الديفولت مثلا بتاع الجهاز اللي هو 128 مثلا. فهدوب عملت الحل اللي هو ال HAR archive، ده بيستخدم الارشيف كوماند ويقعد يجمع الداتا لحد ما يوصل للحجم المعين بتاع البلوك ويخزن الداتا. فبدل ما كان مثلا عندي داتا 10 ميجا بايت متقسمه كده كل واحده، لا انا جمعتها لحد 128 وحطيتها في بلوك واحد. بعد كده تاني حاجه بيقول لي نوت ايزي تو يوز، ان الديفلوبرز بقت محتاجه ان هي تكتب كل سطر وكل اوبريشن بتتم، فطبعا ده هيكون صعب جدا. فكان السولوشن اللي هو نستخدم سبارك. سبارك ده كان يعني هو احسن بكتير من الماب ريديوس لانه تقريبا اسرع منه 10 مرات، لانه بيستخدم هاي ليفل اوبريتورز، وكمان هو بيساعدني اوصل للبيست بيرفورمانس. تقريبا ما فيش حاجه تانية كده، وشكرا.